فيها في الموسم قبل الماضي. فرانك لامبارد قائدهم، أسطورتهم، هيبتهم على التنفيذ. ضربة ركنية متابعة في المرمى، في المرمى. فرناندو توريس يسجل أولا. كلهم يصنعون لك. اصنع شيئا من أجل تشيلسي، من أجل فرناندو، من أجل نينو، من أجل البلوز. كلهم كلهم في الوسط في خدمتك. عليك أن تكون في خدمة تشيلسي. المهاجم يسجل، النينو يظهر في القمة الزرقاء. أزرق إنجلترا يبدأ أولا من ضربة رأسية بعد كرة عرضية. الكرة تسقط أمام النينو، فرناندو يضعها في المرمى. الرقم 9 يبدأ لتشيلسي أول الأهداف. في مكان سليم بواتينغ يعود ويهرب من الرقابة في الجهة اليسرى، بيرسل الكرة. دراكسلر يبحث عن زميل ماير، هاتخذ لكن مقطوعة. الكرة فيها استخلاص بشكل ممتاز. الله على هازارد، يا لعيب يا لعيب. بيرسل الكرة إلى أوسكار، أوسكار راح. انطلاق لتشيلسي، محاولة الهدف الثاني إلى فرناندو. فرناندو مر، فرناندو مر. الأسود تمر من هنا. أزرق إنجلترا يضرب الضربة الثانية. فازوا باللقب من ألمانيا. كيف لا يفوزون هنا في مباراة؟ توريس يضيف الثاني بكرة مرتدة خيالية لإيدن هازارد. هو من يعزف، هو من يرقص على موسيقى الأبطال، هو من يطرب، هو من يغني. أوسكار يلحق بها. توريس يعرف الطريق. النينو يسجل. النينو يقول الهجوم بخير، الهجوم بخير. كلهم يصنعون لفرناندو. فرناندو يصنع من أجل تشيلسي. فرحة، تقدما، انتصارا. كلهم في خدمة النينو، وفرناندو توريس في خدمة البلوز. الله يا هازارد، الله يا أوسكار، الله على النينو الذي يستحق هذا الهدف، نظيرا لكل جهدهم ومجهودهم في هذه المباراة. أزرق إنجلترا يفوز حتى الآن، ويتقدم حتى اللحظة، ويتصدر في هذه المجموعة الخامسة عن طريق فرناندو توريس. هدف بالرأس. فاز حتى هذه اللحظة واستعاد الصدارة. هنا الكرة العرضية، هنا الرأسية والارتقاء، لكن مقطوعة. محاولة في الكرة المرتدة لكن خاطئة من إيدن هازارد. تعود الكرة الآن من جديد في نص الملعب. دراكسلر 1-2 مستمرة من جديد. نقلات، تمريرات، لكن مقطوعة المحاولة. يا سلام يا رامي، راح إيدن هازارد، راح إيدن هازارد. فرصة الثالث، فرصة الثالث. الله على التحرك، الله على النهاية. يا رب على الأسود، على البلوز. إيدن هازارد يرقص على موسيقى الأبطال، يعزف ويحرك قلوب تشيلسي. يغني، يمتع، يلعب، يطرب، يسحر، يسجل، يصنع، يضع تشيلسي في المقدمة. كل الطرق سالكة إلى مرمى شالكة، كل الطرق سالكة إلى مرمى شالكة. مع البلوز، مع هازارد، مع توريس. الله على تحرك النينو اللي أتاح الفرصة لإيدن هازارد للمرور. إن لم يكن هو الصانع فلا تسألني من يسجل لهم. يا سلام على متعة الأسود، على قوة البلوز. كتيبة الموم، كتيبة مورينيو. فرحة الانتصار بالثلاثة، النقاط الثلاثة.